اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 4 which is entitled triangle inequality. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله استكمالا لمجموعه الدروس اللي بتتكلم عن الجيومتريك انيكواليتيز اللي بداناها في يونت 5 هنستكملها النهارده بليسون 4 اللي هو التريانجل انيكواليتي. تعالوا مع بعضينا نشوف الانيكواليتي بتاعت الليسون ده عباره عن ايه. بيقول لي in any triangle the sum of lengths of any two sides is greater than the length of the third side. يعني ايه الكلام ده؟ اي تريانجل عندك A B C اي two sides تعمل لهم sum لازم السميشن بتاعهم يطلع greater than the third side. يعني لو قلت ال A B plus ال B C as lengths لازم يكون greater than ال A C وال B C plus ال A C لازم يكون greater than ال A B وكذلك ال CA plus ال AB لازم يكون greater than ال CB. يعني أي two sides تعمل لهم addition لازم يطلعوا greater than ال third side. طيب نيجي نشوف corollary سهلة جدا بيقول لي the length of any side in a triangle is greater than the difference between the lengths of the other two sides and less than their sum. يعني لو أنا عندي for example ال side BC احنا اتفقنا ان هو لازم يكون اقل من ال A B plus ال A C. طيب هو اقل منهم لحد ايه؟ يعني ينفع يبقى اقل منهم لحد مثلا زيرو؟ لا، في ليميت. الليميت بتاعي اللي هو ده ال A C minus A B. يعني اي سايد عندك هيكون less than الصم بتاع ال other two sides ويكون greater than الديفرنس بتاع ال A التو سايدز دول. تعالوا مع بعضينا نشوف مجموعة examples كده توضح لنا ازاي هنشتغل بالانيكواليتي دي. Example 1 بيقول لي is it possible to draw a triangle whose side lengths are as follows وgiving reason. هيديك مجموعة sides زي ما انت شايف كده. السايدز دي المفروض انه بيقترح عليك ان السايدز دي تنفع نرسم بيها triangle or not. هنعمل ايه؟ أول حاجة تحدد ال greatest side. يعني عندي هنا لو انا عندي 5 و 7 and 12 ال greatest بتاعهم مين؟ 12. تيجي تشوف ال 12، هل ال 12 greater than الصم بتاع الاثنين التانيين or not؟ يبقى انا عندي 5 plus 7 is 12 يعني قد الثيرد سايد، وبالتالي ما ينفعش لان الانيكواليتي بتاعتي بتقول لي ان لازم السايد ده يكون less than الصم بتاع الاثنين التانيين. طب هو طلع قدهم؟ لا برضك ما ينفعش، احنا ما قلناش less than or equal، احنا قلنا less than بس. ليه؟ لما تيجي ترسم ده كده هتعمل كده مثلا ال 12، ادي كده ال 12 ايه؟ سنتيمتر. تيجي بعد كده لو عايز تاخد السايد اللي هو ال 7 احنا كنا بنرسم الترينجل ازاي؟ كنت باجي هنا وافتح بالكومباس واعمل ارك، ومفروض الناحيه الثانيه اخد ال 5 واعمل ارك. طب الاركس ديت هيحصل لها انترسكشن فين؟ لما يكون عندك 5 و 7 ودي كلها 12 الارك ده هيجي لك هنا، ده كده يبقى 7 يعني مش هيجي فوق خالص، هيجي فوق كده وجاي كده. طب وبالنسبه للتاني هقف هنا واخد ال 5 هتجي لي كده، يبقى هيحصل انترسكشن ايه في البوينت دي؟ يعني عمره ما يرسم معاك ابدا تراينجل، لازم واحد فيهم يكون جريتر، يكبر شويه، لما يكبر شويه الانترسكشن يحصل فوق شويه، وبالتالي تعرف ايه؟ تعرف ترسم ايه؟ ترسم تراينجل. يبقى لو ما كانش التو سايدز اكبر من الثيرد الاركس بتاعتك مش هيحصل لها انترسكشن، يعني لو كمان ده اقل من ال 5 وال 7 هتلاقي ارك جالك كده والتاني جالك ايه؟ جالك كده. يبقى نمبر 1 هنا از ايه؟ از نوت بوسيبل، يبقى هنا نوت possible to draw with A with these lenses. طيب 4 و 6 and 11 نعمل ايه؟ نحدد الكبير، الكبير عندي 11، نروح نشوف هل هو اقل من الصم ولا لا. طب انا عندي الصم ب 10، الصم ب 10 less than 11، يبقى برضو ايه؟ not possible. طيب هنا 14 و 9 و 7 نعمل ايه؟ نجيب الكبير، كبير 14. تلاحظ ايه؟ ان ال 9 وال 7 16 greater than ال 14، يبقى انا كده ايه؟ كلام مظبوط، ينفع، يبقى ده هنا possible. طب نيجي هنا 8 و 18 و 8 نجيب الكبير 18 والاثنين التانيين 8 plus 8 equals 16، الاثنين التانيين less than ده، يبقى ده برضك هنا ايه؟ not possible. طيب نيجي نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي find the interval to which length of the third side of each of the following triangles belongs
if the lenses of the other two sides are 4 and 3. المسائل دي most popular جدا في الامتحان. يعني بتلاقي الامتحانات دايما بتلاقي النوعيه دي من المسائل كتير. يجيب لك two sides ويقول لك اقترح عليا الثيرد سايد يكون ايه، او الانترفال اللي الثيرد سايد المفروض يكون فيها عشان يترسم الايه الترينجل ده. احنا قلنا ان الثيرد سايد لازم يكون less than الصم وجريتر زين الايه الديفرنس بتاع الاذر تو سايد. يعني اللينس عندي بتاع الثيرد سايد لازم يكون less than الفور بلس 3 وجريتر زين مين الفور ماينس الايه الثري. يعني اللينس لازم يكون less than السيفن ولازم يكون جريتر زين الايه الوان. طب افرض هو خد 1، ليه لازم يكون جريتر زين 1؟ لو خد 1 هتلاقي ان ده اصبح كبير والاتنين دول ما بيحققوش الشرط بتاع ان ده بلس ده يكون جريتر زان ايه زان ده. يبقى المشكلة عندك ان ده ما ينفعش يقل قوي، لان لو قل قوي هتلاقي ان في واحد منهم كبر والاتنين التانيين ما حققوش الشرط ان هم يبقوا جريتر زان ايه زان ده. طيب يبقى انا عندي اللينس هنا بتاع الثيرد سايد لازم يكون less than 7 وجريتر زان 1. يعني اللينس هنا هي belongs to ال1 وايه وال7. طيب عندي هنا 4.5 و 7.5 يبقى عندي هنا اللينس هيكون less than 7.5 plus 4.5 و greater than 7.5 minus 4.5 يبقى هنا هيكون greater than ال 3 و less than عندي هنا ال 12. يبقى الانترفال بتاعتي يبقى اللينس هي belongs to ال 3 وال ايه وال 12. طيب هنا اللينس هيبقى less than 2 root 5 plus 2 root 5 and greater than 2 root 5 minus 2a 2 root 5. طيب 2 root 5 minus 2 root 5 is 0 يبقى اللينس لازم يكون greater than 0 و less than 2 root 5 plus 2 root 5 is a is 4 root 5. يبقى عندي هنا اللينس هي belongs to اللينس بتاع الثيرد سايد لازم يكون belongs للانترفال اللي هي من اول الزيرو لحد ال 4 root a root 5. طيب الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لي في الاوبوزيت فيجر اي بي سي دي از كوادريلاترال هوز دياجونالز انترسكت ات اي. بيقول لي بروف ان الاي سي بلس البي دي جريتر ذان بي سي بلس اي دي. في المسائل اللي زي دي تروح تجيب ريليشن بتوين السايدز اللي هو مديها لك اذا كان اي سي او بي دي. يعني تشوف الاي سي مثلا تبص تلاقي مثلا اي سي تقول ان هو والله ده less than بي سي بلس الاي بي وهكذا لحد ما تشوف توصل الانيكواليتي دي. في المسائل بتاعت الكوادريلاترال دايما لما بتيجي تشتغل على التو دياجونالز تجيبهم تشتغل على الترينجل ده والترينجل ده. يعني المساله دي مشهوره لما تجي لك المساله دي اشتغل على الترينجل ده والترينجل ده. تلاحظ الاتي، تلاحظ ان انا عندك في الترينجل ده لازم يكون الاي سي بلس الاي بي جريتر ذان مين؟ جريتر ذان ده، لان احنا قلنا ان تو سايدز لازم يكونوا اكبر من ايه من السير. طب وعندي هنا ده بلس ده لازم يكون جريتر ذان ايه؟ ذان ده. اعمل لكل دول اديشن هيدوكوا التو دياجونالز جريتر ذان ده وذان ايه ده. هنحلها ازاي؟ هنقول ان ترينجل سي اي بي ماله الترينجل ده؟ هتلاقي فيه الاتي، هتلاقي فيه ان الاي سي بلس الاي بي لازم تكون جريتر ذان البي سي، خلي دي 1. وفي الترينجل الثاني اللي هو دي اي اي ماله الترينجل ده؟ لازم تلاقي ان الدي اي بلس ال AE greater than ال AD. نخلي دي ايه 2، يعني ده بلس ده greater than ده. نعمل adding ل 1 and 2 تلاحظ الاتي، يبقى AC بلس AB بلس دول greater than ال BC بلس ال AD. يبقى AC بلس EB بلس DE بلس ال AE greater than ال A D بلس ال B C. وانت عندك ان ال A C بيكوال A A بلس A C
وايه كمان؟ وعندي ان البي دي ده بيكوال معايا الدي اي بلس الاي بي، يبقى هنسبستيتيوت بدول مكان دول، يبقى زين الاي سي بلس البي دي ده جريتر زين البي سي بلس الاي الاي دي. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايز على ليسون 9. بيقول لي is it possible to draw a triangle whose side lenses are as follows. بيقول لي give a وgive reasons. طيب انا عندي هنا 3 4 and 9، ناخد الكبير نشوفه ايه علاقته بالاثنين التانيين. انا عندي 3 و8 و4 الاثنين 7 less than 9، يبقى ده ايه؟ ما ينفعش، يبقى it is not هنا not possible. طيب هنا بيقول لي 5 و 7 و A وال 8. طيب انا عندي ال 8 نيجي الكبير، واضح ان هو less than ال 12، يبقى ده ايه؟ ده يشتغل معايا. طيب 10 و 4 10 و 6 و 4، ال 10 قد ال 4 وال 6، يبقى ده ما ينفعش لان لازم يكون ده اقل من الاثنين دول. طيب 13 و 8 و 6، ال 13 less than ال 8 بلس 6، بالفعل ان ال 8 بلس 6 عندي is 14، يبقى ده يمشي معايا تراينجل. طيب 3 4 5 ده تراينجل مشهور جدا، انا عندي ال 5 less than 3 plus 4 اللي هم 7، يبقى ده يشتغل معايا. هنا ال 19 طبعا ال 19 less than ال 9 plus 9، يبقى الاثنين دول اقل من ده، يبقى ده ايه؟ ما ينفعش معايا. طيب بيقول لي find the interval to which length of the third side of a triangle belongs in each of the following triangles. طيب احنا قلنا لازم يكون الثيرد سايد greater than the difference less than the sum، يبقى هنا عندي ال L هيبقى less than مين؟ حط الاثنين دول على بعض اعمل لهم بلس، يبقى less than ال 15 و greater than مين؟ و greater than the difference اللي هي ايه؟ اللي هي 3. يبقى عندي ال L ده هيبلونجز تو ال 3 وال ايه؟ وال 15. طيب بالنسبه لهنا 3 and 3، يبقى انا عندي الثيرد سايد هيبقى less than السم اللي هو 6 وايه؟ و greater than الdifference اللي هو 0، يبقى الانترفال بتاعتي هيبقى 0 كام؟ 0.6. طيب نيجي هنا 2.9 و 3.2، يبقى عندي السم بتاعهم يديني 6.1 والديفرنس بتاعهم يديني 0.3. يبقى انا عندي الانترفال بتاعتي هيبقى من اول ال 0.3 لحد ايه؟ ال 6.1. طيب نيجي هنا، يبقى اللينس عندي هيكون للزن مين؟ ده بلس ده يديني 13، وهيبقى جريتر زان يعمل لهم ماينس يديني عندي هنا همبر 1، يبقى انا عندي هنا 1 بوينت كام؟ 1.6. يبقى الانترفال بتاعتي من اول ال 1.6 لحد الايه؟ لحد ال 13. اكسرسايز 3 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. بيقول لي السم اوف لينسز اوف اني تو سايز ان تراينجل از نوت ذا لينس اوف ذا ثيرد سايد. لازم يكون اي تو لينسز الصم بتاعهم لازم يكون greater than الايه؟ اللينس اوف ذا ثيرد سايد. طيب اللينس اوف اني سايد ان تريانجل لازم يكون ماله بالنسبه للسم اوف لينسز اوف اذر تو سايدز، لازم يكون less than السم اوف لينسز اوف اذر تو سايدز. which of the following numbers cannot be the lenses of a size of a triangle. مين هنا ما ينفعش؟ 7 7 5 ينفع، كبير طبعا less than الاثنين دول، ده طبعا equilateral. طيب نيجي هنا ده الكبير واضح ان هو اكبر من الاثنين التانيين، يبقى هو ده اللي ما ينفعش معايا، وطبعا ده المشهور الايه؟ الفيموس تريانجل 3 4 5. نمبر 4 if the lenses of two sides in a triangle are 7 and 4 then the lens of a third side can be ايه؟ احنا قلنا ان اللينس بتاع الثيرد سايد يبقى less than السم اللي هو 11 و greater than the difference اللي هي ايه؟ 3. يعني ينفع يكون 1؟ ما ينفعش. 2؟ ما ينفعش. طب 3 ينفع يكون 3؟ لا، احنا قلنا greater than، ما قلناش greater than or equal، يبقى ما فيش عندي غير التشويس ايه؟ التشويس ده. نمبر 5 يقول لي if the lenses of two sides of an isosceles triangle are 3 and 7. عندي isosceles triangle ومديني two sides بتوعه 3 او 7، يعني لازم الثيرد سايد يا يكون 3 يا يكون 7. then the length of the third side is،
اولا دي مشهوره جدا وبتيجي كتير في الامتحانات، يعني اي امتحان متوقع جدا يجي السؤال ده. انت عندك ايزوسلس تريانجل في سايد 3 وسايد 7. طيب افرض انا اخترت السايد الثاني 3، يبقى ايزوسلس ولا مش ايزوسلس؟ ايزوسلس، عندي تو سايدز الاثنين ايكوال 3 والثيرد ايه 7، لكن مش هو ده الاختيار السليم. لان انت لو اخترت 3 و 7 هتلاقي ان ال 7 دي اكبر من الاثنين التانيين فما يرسمش معاك، وبالتالي لازم تختار الايه ال 7، يبقى هنا هيبقى 7 سنتيمتر. طيب A triangle has one axis of symmetry، ما قالكش اسمه ايه بس اداك صفة فيه. Triangle اللي فيه one axis of symmetry اللي واخدينها من lesson 4 ده الايه الايزوسلس تريانجل. طيب lenses of two sides in it are 4 و 8، يبقى البريمتر بتاعه ايه؟ اولا تعالى نجيب الثيرد سايدز. اتفقنا ان المسألة دي مشهورة، اوعى تاخد السايد الصغير، عشان لو خدت السايد ده يبقى عندي 4 و 4، مش هيرسم معاك مع ال 8، وبالتالي لازم اخد ال 8. يبقى 3 سايدز اللي عندي هيكون 8 و 8 و 4، البرومتر بتاعي يبقى كام؟ 16 بلس 4 which is 20. اللي بعد كده بيقول لي في الترينجل اي بي سي لو الاي بي بي 3 والبي سي ب 5، يبقى الاي سي عندك بكام؟ هيبلونجز تو ايه؟ احنا اتفقنا ان لازم يكون less than السم اللي هي 8 وgreater than الديفرنس اللي هي 2، يبقى هيكون ايه؟ هيبلونجز لايه؟ للتشويس ده. طيب if the lenses of two sides of a triangle عندي 5 و 10، يبقى then the lens of the third side belongs to A. نفس الكلام هيبقى عندي اللينس هيبقى للزان ال 15 وجريتر زان الـ 5، يبقى 15 و 5 والاثنين عندي open intervals، يبقى عندي 15 و 5. طيب triangle ABC الـ AB plus الـ BC minus AC، يعني عندي two sides هعملهم plus minus التالت، يديني ايه؟ احنا اتفقنا ان التو سايدز لازم يكون جريتر ذان الثيرد سايد، وبالتالي لما اعمل لهم ماينس لازم يكون الديفرنس ايه؟ جريتر ذان الزيرو. طيب بروبلم 7 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر اي بي سي تراينجل ان ويتش الام البوينت از ا بوينت انسايد ات، بيقول لي بروف ان الام اي بلس ام بي بلس ام سي دي جريتر ذان هاف البريمتر. طيب في المسائل اللي زي دي زي ما قلت لك انت تجيب علاقات ما بين السايد اللي مديهولك وبقيه الايه وبقيه السايدز. حاول يعني تبقى عندك كرياتيفيتي في المساله دي. انت بتعمل انيكواليتيز ريجاردنج السايدز ديت، وهتلاقي وانت ماشي في المساله الصوره بتتضح بتقول لك هتعمل ايه. يعني مثلا انا هنا همشي ازاي؟ هو والله ام اي بلس ام بي لازم يكون جريتر ذان ايه اي بي، وبمشي بالانيكواليتي حسب ايه؟ حسب دي. يعني دي لو للزان هاخد ده للزان الايه الاثنين دول، طالما جريتر زان يبقى لازم اخد تو سايدز، يبقى انا عندي الام اي بلس الام بي ده جريتر زان الاي بي. ايه كمان؟ تعال خد الام بي والام سي، الام بي بلس الام سي لازم جريتر زان البي سي، دي 1 ودي هنا ايه 2. طب نيجي للثيرد الام اي والام سي، الام سي بلس الام اي لازم يكون جريتر ذان مين؟ الاي سي. طب تعال اعمل ادنج لل 3 انيكواليتيز دول، ادنج 1 و 2 و 3، تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان ام اي بلس ام بي بلس ام بي بلس ام سي بلس ام سي بلس ام اي جريتر ذان مين؟ اي بي بلس البي سي بلس الاي سي. وضحت معاك شوي؟ لان الاي بي بلس البي سي بلس الاي سي ده البريمتر، يبقى هنا جريتر ذان البريمتر اوف تريانجل اي بي سي. طيب وايه دول؟ تلاحظ من كل واحد عندك 2، وعندك الام بي والام بي، وعندك دي وايه ودي، يبقى توايس الام اي بلس توايس الام بي بلس توايس الام اي الام سي. طبعا واضح جدا ان انت هتاخد التو كومن. طب لو انت جيت هنا ومعرفش تاخد التو كومن مش هتعرف تكمل المساله. فانت بتوصل لستيت في المساله لازم تبص بعينك وتحاول تعرف هتجو فارزر ازاي. يبقى انا عندي هنا هاخد التو كومن، يبقى عندي هنا 2
يبقى عندي جوه ام اي بلس الام بي بلس الام سي، ده هنا هيبقى greater than البريمتر of triangle ABC. واضحة جدا ان ال 2 دي هجيبها الناحية التانية بالايه؟ بالديفيجن. يبقى عندي ال ام اي بلس ال ام بي بلس ال ام سي greater than half البريمتر of triangle ABC. بروبلم 9 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر عندك ال A B C is a triangle with D is a point outside it، وزي ما انت شايف كده بيقول لك بروف ان البريمتر بتاع ال A B C less than twice ال D A plus ال D B plus ال D C. زي ما انت شايف، انت شايف هنا less than وده بريمتر، يبقى واضح ان انت في السايد ده لازم يكون عندك الايه؟ السايدز بتاعت الاي بي بلس البي سي بلس الاي سي عشان يديك هنا البريمتر. طيب ناخد اول واحد الاي بي، يبقى انا عندي ان تريانجل اي بي دي ماله؟ هتلاقي ان الاي بي المره دي بقى ما اخدش معاه سايد تاني لان انا عايز الايه؟ الانيكوالتي بالشكل ده. يبقى انا عندي هيكون لزان مين؟ هيكون لزان الاي دي بلس الدي بي، دي كده 1. طيب عايز اتكلم عن البي سي، موجوده في اي تريانجل؟ اللي هو الدي بي سي. يبقى ان تريانجل دي بي سي ماله بقى؟ البي سي دوت لزان مين؟ البي سي لزان دي بي بلس دي سي، تمام؟ طيب تعال نشوف بقى اللي عايز اتكلم عن الاي سي بقى في التريانجل ده كده. يبقى ان تريانجل اي دي سي هتلاقي ان الاي سي less than اي دي بلس دي سي. طيب افرض انت مثلا بدل ما تاخد التريانجل ده خدت التريانجل ده، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان السايد دوت لما تيجي تحطهم كلهم على بعض مش هيتكرر معاك من السايد مرتين. يبقى نخلف بقى الترينجل، يعني ما تجيش تاخد مثلا لو انت خدت ال A B C وقلت ال A C لزان ده بلس ده، لما تيجي تحط الكوانتيتيز دي عندك في الرايت هاند سايد مش هتظبط معاك المساله. تفهم من كده ايه؟ لا اغير الترينجل، اجرب ده. اوكي طيب هنا دي 1 كده ودي 2 ودي ايه ودي 3، نعمل ادنج ل 1 و 2 و 3 يبقى عندي هنا ال A B بلس ال B C بلس ال A C ده لزان ال A D بلس ال D B بلس another D B بلس ال D C بلس another A D بلس another D C. عندك ال A D موجود منها 2، ال B D موجود منها 2، ال D C موجود منها ايه؟ 2. يبقى ال A B بلس ال بي سي بلس ال اي سي less than twice ال اي دي بلس twice ال دي بي بلس twice ال ايه؟ ال دي سي. طيب يبقى انا عندي هنا ده ايه؟ ده البريمتر. يبقى then the perimeter of triangle ABC هيبقى less than، ناخد ال two common، يبقى ال اي دي بلس ال دي بي بلس الدي سي، وده الايه؟ وده المطلوب. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 4 في يونت 5. يا ريت تحلوا بقيه المسائل، اليونت كلها سهله مفيش فيها مشاكل خالص، وبالتوفيق ان شاء الله.